يا اهلين وسهلا بمطميته. السلام عليكم. والله ما حدا بيقوم. لا تخاف، ما حدا راح يقوم. جر لك كرسي وعود جنب الست عزيزه. يلا. خير يا برنسيسي؟ انا عم تسال عني. بدي اسالك، شلونك انت بالعزف على الرق؟ انا كثير شاطر بهالشغله. يا بس يعني ليش هالسؤال؟ لانه الست عزيزه حابه تضمك لجوتها. بقى شو بتقول؟ عن جد عزيزي؟ رح أعطيك دبل عم يعطيك يا أنيس، وشهر لقدام مقدماً، والفورمة تبعيتك علي، وفوق كل هذا رح خليك مدير العلاقات العامة تبع الجوقة. يا عيني، لو صحت لجدي ما مات. هلا أنتو عم تحكوا جد ولا عم مزح؟ لك شو عم نمزح؟ الست عزيزي عم تقدم لك عرض برسم. هل أنتو جايبيني مشان تتمسخروا علي؟ يو مطميطو محشوم، شو نتمسخر عليك؟ هذا عرض رسمي مثل ما عم بيقول لك الخواجة، وانت بس قول ايه وبلش الشغل. بس ايه؟ ميت ايه؟ الف ايه؟ خلص لكان انت من هاي اللحظة محسوب على جوقة عزيزة. هاتي لبوس ايديك مشان الله، هاتي لبوس ايديك. واصلة لك لازم واصلة. الله يرضى عليك. لك روح لك روح. يا الله يرزق، الله ينصري، إن شاء الله بتمسي كل تراب بيلا الذهب بين إيديكي. آمين يا رب. أنا قهوتي حلوة. أنت الحلوة. جيبولنا قهوة حلوة لمطميطو يلا بسرعة. أحلى مطميطو. أهلين برنسيسي.